السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما نبدأ الدرس لازم نراجع على حاجة اسمها parts of speech اللي هي أجزاء الكلام. يعني الآن احنا في كل لغة معنا أجزاء للكلام نركبها في الجمل وتبقى جملة كاملة. يعني لما أقول I am happy, الـ I الأولى ضمير متحدث اللي هو أنا, am verb to be, والأخيرة happy adjective. طيب معنا adjectives مش بنستخدم قبلهم A أو N خالص, مش بنجمعهم خالص. يعني I am happy, you are happy, you are happy, ثابتة مش بتتغير. أوكي, واحد أو مجموعة صفة تجلس زي ما هي, ذكر أو أنثى الصفة تجلس زي ما هي. طيب nouns, لا nouns تعاملها مختلف. يعني الآن معنا I am a teacher, معنا teacher noun, noun اللي هو اسم. طيب noun بيوصف وظيفتي, فأنا قبل النونز لازم استخدم articles اللي هي a أو an أو the. تمام؟ طيب لو قلت I am the teacher معناتها أنا المدرس اللي في المكان ده. أوكي؟ I am a teacher, أنا مدرس. أوكي؟ طيب لما أجي أتكلم عن noun معروف يعني اسم الدولة, اسم الدولة مش بستخدم قبلها لا a ولا an ولا the, بحط إيه؟ بحط أول حرف من اسم الدولة capital. يعني مثلا لو قلت I am from Yemen, Yemen الواي capital, I am from Sudan, Sudan الاس capital, I am from Egypt الاي capital, وهكذا باقي الدول. أي دولة أول حرف في الدولة في اسم الدولة الحرف الأول بيكون capital كبير. تمام؟ طيب الأسماء, اسمي عمر, ينفع أقول I am a عمر أو an عمر؟ لا. He is the Jack؟ لا. الاسم الشخصي بيكون اول حرف كابيتال وثابت, مش بنحط لا اي ولا ان ولا ذا. طيب معنا بعض الدول اللي بيكون فيها ذا, يعني United States بيقولوا the United States of America لان بيتكلم عن States اكثر من State, اكثر من ولاية. تمام؟ بس لما انا بتكلم عن اسم دولة هو اسم واحد يعني America, هقول America مش هقول the America ولا an America. اوكي, بتوضح النقطة لان انا شفت في التعليقات اللي فاتت ناس كانوا بيكتبوا A و N قبل الصفات. احنا لا, مش بنستخدم A و N قبل الصفات, مش بنستخدم A و N و ذا قبل الأسماء خالص, إلا الأسماء اللي هي nouns. النouns عموما بتنقسم قسمين, ال common noun اللي هو الاسم الشائع اللي هو مثلا boy بقول a boy, girl a girl, a man a woman, طبيعي. بس لما جي أتكلم عن اسم الشخص ده يعني man واسمه Jack فبقول جاك من غير اي او ان, شخصيا بناديه زي ما هو جاك. ده اسمه proper noun يعني a country بلد, بس بسمي البلد. يعني مثلا ايجيبت بقول ايجيبت, مش بقول a ايجيبت او an ايجيبت او the ايجيبت, بقول ايجيبت a country, ايجيبت is a country. اوكي, تعالوا نبدأ الدرس. بيكون معنا have و has. في البداية اخذنا verb to be, verb to be. البي كانت بتساوي am و is و are. اوكي, الان بيكون معنا verb to have, verb to have. هيكون have يساوي has got و have got, has got و have got. طيب كيف استخدمه, كيف اسأل وكيف انفي, هذا هناخده بعد ما ناخذ بعض الكلمات اللي ممكن نستخدمها في have و has. بناخذ الـ family members وحيكون معنا رابط تحت برضو اللي عاوز يتوسع في الفاميلي, عاوز يعرف اكثر في الفاميلي يخش على الرابط اللي تحت في فيديو بيتكلم عن الفاميلي ممبرز. وحيكون برضو في فيديو للالوان, اتعلموا الالوان علشان برضو نقدر نوصف بها بعض الاشياء اللي ممكن نهابت. بالتوفيق. family members, family members, father, father, mother, mother, son, son, daughter, daughter, gh silent, brother, brother, sister, sister, uncle, uncle, aunt, aunt, cousin, cousin, grandfather, grandfather, grandmother, grandmother.
نعمل احماء بثلاث كلمات احنا بنعرفها: فون، كار، وتي شيرت. وبعدين نبدا نتوسع شويه في الفاميلي ميمبر. بيجي اتكلم عن نفسي فبقول I have got a t-shirt. I have got a t-shirt. انا ما عملت شيء. I مطروحه زي ما هي، وt-shirt في جهه ثانيه حطيت في النص have got. have got. طيب ممكن اغير I واحط you. You have got a t-shirt. You have got a t-shirt. كده انا افهم انه have got ممكن استخدمها مع I ويو. طيب لو بتكلم عن مجموعة فبقول they have got a t-shirt. لا هم ثلاثة مثلا حيكون معهم they have got three t-shirts. they have got three t-shirts. بحط الاس، اس الجمع. طيب نطق اس الجمع متى اعملها اي اس، متى اعملها اي اي اس، حنتكلم فيه لما نبدأ نتعمق شوية، بس الان عاوزين ناخذ الفكرة كاملة. I have got, you have got, we have got, they have got. الآن معنا أربعة بياخدوا مين؟ have got. I, we, you, they have got. طيب he, she, it بياخدوا تانية بالضبط. has got. has got. بقول he has got a phone. he has got a phone. she has got a phone. she has got a phone. it has got a tail. it has got a tail. طيب لو انا عاوز اوصف التيل ده يعني tail but يعني طويل فبقول it has got a long tail. a long tail. ال a وال an وال the بنستخدمها لل nouns مش لل adjectives. tail هنا noun okay بس long adjective جاءت توصف الناون في الانجليزي. الصفة تسبق الموصوف. ما تقول لي ليه دي لغتهم ما لهاش علاقة بلغتنا. ما تقول ليش العربي عكس الانجليزي، هو مش عكس، هو دي لغة ودي لغة تانية. فهم هناك في الدول اللي بتتكلم بالانجليزي بيتكلموا كده، واحنا في اللغة العربية انا بقول ذيل طويل،